مساء الخير واهلا بحضراتكم ولقاء جديد من مصر النهارده. اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير. النهارده انا الحقيقه عملت مشوار كده كان مهم جدا. رحت مدرسه مصر الجديده اللي حصل فيها الحادثه بتاعت الولاد التلات يعني ولاد اللي في اعدادي اللي قيل او ما زالت القضيه يعني تحت التحقيق ان هم حاولوا اغتصاب زميلهم في اوضه المدرسين. الاول كده على الماشي وانا ماشي كده في وداخل من الكربه على المدرسه عشان هي المدرسه في شارع اظن حاجه اسماعيل حاجه كده جنب ميداني في ميدان الجامع. انتوا عارفين ان الكربه دي مبنيه بطراز خاص جدا والبيوت فيها شكلها بديع وعشان كده عاملين مهرجان لمصر الجديده وبترعاه السيد زين مبارك ومهرجان جميل جدا وحاجه حلوه جدا منطقه الكربه دي. ورا الكربه كده اتعملت عماره وعملوا لها استعدادات وبتاع معرفش طلعت ازاي بس عموما مش طويله قوي. انما في عماره لسه بتتبني. انا بقول باخاطب السيد المحافظ القاهره والسيد رئيس حي مصر الجديده. في عماره لسه بتتبني في الكربه. انا كل ما اخشى ان العماره دي تطلع لها 20 25 دور وتبوظ تشوه المنظر العام كله للمنطقه دي. فانا اناشد رئيس الحي لسه العماره بتحط الاساس ما طلعش ولا دور. لسه بتحط الاساس ما طلعش ولا دور في الكربه باينه مميزه بس انا نسيت اسم الشارع الحقيقه باينه ومميزه جدا عماره بتحط الاساس في ميدان الكربه. العماره دي لو طلعت 10 15 دور هتبقى مهزله بكل المقاييس لانها هتبوظ ميدان او مكان جميل جدا والناس بتقعد فيه والشباب بتقعد فيه. المفروض مكان ده يعني احنا بنحلم ان هو يتقفل يبقى مكان كده زي سولودير كده في لبنان او بتاع مكان الناس تقعد فيه وكافيهات وحاجات زي كده. فلو بنت العماره دي تبقى مهزله بكل المقاييس. وانا بنبه يعني دوري انا كمواطن عادي بنبه الساده المسؤولين عشان ما يجيش بعد ما تطلع العماره 12 15 دور يقول لك مش هنقدر نهدها اصل الناس اشترت اصل حصل مشكله اصل بتاع. العماره موجوده وانا هحاول اصور المكان ده هحاول ابعت زملائي يصوروا المكان دوت وان المكان ده ليه طابع خاص لو طلعت العماره دي هتبقى مشكله. دي نمره واحد. نمرة اتنين انا بشكر السيد محافظ القرى الدكتور عبد العظيم وزير جدا لانه اتصل حصل بينا اتصال النهارده وقال لي انا كنت اتكلمت على رئيس حي عين شمس اللي هو اتشال لانه لقوا عنده اهمال جسيم وحولوه للنيابه وحولوا بالتالي الى ديوان المحافظه. فقال لي ان القانون كده. انا كنت فاكر ان رؤساء الاحياء اللي هو بيخرجوا من جهات مهمه جدا في حياتنا كنت مصر انه بيبقوا انتداب كده يعني يشتغل رئيس حي 3 4 سنين وبعدين يطلع معاش. فاكتشفت انهم بيتعينوا في المحافظه يعني بيتعينوا بيبقوا موظفين في المحافظه وبيقعدوا لغايه ما يطلعوا سن المعاش لانهم بيخرجين من الجهات اللي بيشتغلوا فيها بيبقوا خارجين مثلا سن 48 50 52 فلسه عندهم وقت فيقعدوا في الحي متعينين لغايه سن المعاش وبعدين يطلع وبالتالي لازم يحولوا سياده المحافظ دي ديوان المحافظه. لما نشوف المحكمه هتقول ايه هل ثبت انه اهمال هنا يبقى في تصرف بقى. بس الحقيقه المحافظ قال لي نقطه مهمه انه لو حولوا ايقاف عن العمل مش هياخد مرتبه وما ياخدش مرتبه دي حاجه تاذي الاسره بتاعته وده تصرف انساني رقيق جدا وانا يعني الحقيقه مرحب بيه جدا انه صح الاسره ما لهاش ذنب. فيمشي مرتبه هو يعني موجود في ديوان المحافظه لغايه ما يطلع قرار قضائي بريء هيرجع مكانه مش بريء هيبقى عنده موقف معين بقى يشوف له موقفه ايه في الشغل وحاجات زي كده بس طول ما القضيه شغاله هو موجود في ديوان المحافظه. فانا بشكر سياده المحافظ على الايضاح دوت وكنت اتكلمت كمان مع سياده المحافظ انه احنا نفسنا حد يرعانا انا والمحافظ على فكره انه حد يرعانا بان احنا نقول القاهره في سنه 2011 نظيفه جدا. نعمل دعوه كده لكل المواطنين وكل الجهات مين يساهم معانا مين ينضم لنا. القاهره بقت مكفهره وشكلها يعني مش قادر اقول لكم انتوا كلكم شايفين وعارفين. الزحمه على فكره موجوده في امريكا وموجوده في لندن وموجوده في المانيا وموجوده في فرنسا وموجوده في الصين وموجوده في كل حته. بس زحمه بنظام زحمه بنظام زحمه بنظافه زحمه بدون ازعاج. احنا عندنا زحمه بازعاج فظيع جدا زحمه بان الشوارع كلها قذره جدا وكلها طول ما الناس ماشيه بترمي ورق في الشارع بيرموا الزباله في الشارع كل واحد بياكل حاجه مشتري حاجه من مطعم ولا حاجه ولا من محل ولا من كشك ولا بتاع يخلص ويرمي في الشارع. عايزين نتخلص من العاده دي. انتوا كلكم ناس كتير بتسافر وبتشوف الدول بره شكلها حاجه مختلفه خالص. بلدنا محتاجه ده القاهرة محتاجة ده. القاهرة مدينة عظيمة ومدينة ليها تاريخ طويل محتاجة ان احنا نقف جنب بعض نعمل مع بعض حاجة كويسة لبلدنا. فبقى انا نفسي ان يبقى سنة 2011
هو عام القاهرة نظيفة جدا. أنا بقدم الدعوة دي وشوف مين معانا. سيادة المحافظ قال أنا معاك، ومعالي الوزيرة فايزة بالنجا معانا، هتخش معانا. عايزين رجال أعمال، عايزين شباب يخشوا على موقع مصر النهاردة ويقولوا إن هم معانا في المشروع دوت، بحيث إن القاهرة تتغير شكلها بدل هذا. أنا آسف جدا، لما أنا مضطر أستخدم لفظ القبح، في قبح في الشوارع رهيب وسخيف جدا ومحزن، ولازم تبقى شوارعنا غير كده، لازم تبقى شوارعنا غير كده. فدي دعوة أنا بقولها، وياريت كل زملائي في الفضائيات المصرية وفي المحطات الأرضية إن هم يعني يخشوا في الدعوة دي. مش مهم مين اللي أطلق الدعوة، مش ضروري خالص مين اللي أطلقها، المهم إن إحنا نقرر إن إحنا نعمل كده، إن سنة 2011 يبقى عام النظافة في القاهرة. المحافظات يعني ربنا معاهم، وفي محافظين بيعملوا شغل كويس جدا في أكتر من محافظة، لكن القاهرة محتاجة جهد كبير، مش هينقذها جهد المحافظ، لازم جهد الناس كلها تخش مع بعضها وتشترك مع بعضها، ونبقى كلنا حاسين ان دي قاهرتنا، بلدنا، عاصمتنا، لازم نخليها وجهها جميل ومشرق زي ما كانت موجوده زمان وزي ما بتشوفوها في الافلام زمان. حاجه اخيره، معلش انا طولت عليكم النهارده. انا ساكن في سيدي زينب، في مدرسه السنايه جنب بيتي، بعيد عن بيتي حوالي 200 300 متر كده. مدرسه السنايه دي من المدارس العريقه زي الخديويه وزي الخديوي اسماعيل وزي بن بقادن ومدارس الابراهيميه، مدارس اللي خرجت زمان الفطاحل اللي هم قادوا مصر في الفكر وفي الادب وفي الفن وفي الثقافه وفي السياسه وفي كله. مدرسه السنايه الثانويه بقى لها سنين او اربع سنين خمس سنين ست سنين بتتجدد. حصل خلاف بين الابناء التعليميه وبين المقاول اللي بيجدد المدرسه، فالمدرسه وقفت والطلبه اتشردوا، اللي بقى حصصهم قليله واللي بقى يروحوا بعد الظهر، والثانوي مطرح الاعدادي والاعدادي مطرح السنه، واخر لخبطه. ليه؟ لان المدرسه مركونه، ودي مدرسه اثريه كبيره جدا ومهمه جدا. فانا اناشد مبنى او هيئه الابناء التعليميه انها تعيد استكمال ترميم مدرسه السنيه عشان ترجع تعود الى نشاطها مره اخرى. عندنا النهارده بقى، احنا النهارده عندنا اخبار، طبعا عندنا اخبار كتير، بس بعد الاخبار عندنا في اتنين طلبه جايين يشتكوا وزير التعليم العالي، وفي اتنين سواقين تاكسيات او اصحاب عربيات تاكسيات جايين يشتكوا وزير الماليه، وده شيء متحضر جدا في التلفزيون، وانا بالتالي بشكر كل المسؤولين في التلفزيون اللي بيدوني الفرصه دي ان انا اقدم الناس البسيطه جدا تيجي وتتكلم براحتها وعلى الهواء مباشره. في شكوى متوجهه الى السيد وزير التعليم العالي او وزير وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والسيد يوسف بطرس غالي وزير الماليه، هيتقدموا لهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه هيبقى معانا ان شاء الله الدكتور احمد شوقي العقباوي اخصائي الطب النفسي بجامعه الازهر الشريف عشان نتكلم في اللي حصل في المدرسه. انا عندي مجموعه حاجات هقولها لكم طبعا لما نيجي وقتها، انما كميه حوادث اليومين دول في المدارس رهيبه، عنف رهيب، تحرش، حاجات يعني ما كناش بنسمع عنها في المدارس في اسبوع واحد، حاجات كتير جدا جدا هنقولها في وقتها. وهنسمع اخبار النهارده، وعندنا خبر لطيف وانساني وجميل عن سياده الرئيس هنسمعه بعد الفاصل.